دلوقتي في امازون هتروحي في الموقع اللي جاي يقوم عامل لك ريكومنديشن وممكن تتخيل الموقع ده. فده سيكونسز. في الريتيل برضو الناس اللي بتحط في الكارت وهي ماشيه بالكارت في المول في سيكونس معين بيحط فيه الحاجات ده برضو ليه الشيلفنج والفيلد مجالات والكلام ده كله. فالسيكونسنج اناليسيس ده نوع من انواع البيزنس انتليجنس برضو ترتيب الحاجات ورا بعضيها خلاص. فده بيديني تنبؤ لما يبقى في اتعلمت من البيهيفيرز بتاع ناس انه بيعمل واحد وبعد كده اثنين وبعد كده ثلاثه وبعد كده اربعه. فيجي ناس ثانيه يعملوا واحد او مقترح عليهم اثنين وثلاثه واربعه سهلهم حياتهم خلاص. فده السيكونسنج اناليسيس. وطبعا الجروبنج بقى الجروبنج ده شيء رائع في الداتا مايننج عن طريق كلاسترنج. في كلاسترنج الجوريزمز. الجوريزمز بتعمل ايه؟ كلاسترنج. داتا مايننج فيرسس ستاتستيك. حد سمع عن حاجه اسمها ستاتستيكال اناليسيس؟ الستاندرد ديفيشن والمين والحاجات دي سمعتها؟ 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 يعني انا باجي دلوقتي عندي جول جنرال عايز ازود ارباح الشركه خلاص. فببتدي احاول اعمل داتا مايننج موديلز كجنرال ارباح. انما الاستاتستيكال فيها هايبوثيسيس. لو خليني افترض ان انا هزود الميزانيه بتاعت الشركه 100,000 وابتدي اعمل ده هايبوثيسيس معين وابتدي اعمل اناليسيس اثبت بيه ان الهايبوثيسيس ده صح ولا غلط خلاص. باستخدام بقى الاف مين والكي مين ومش عارف ايه وحاجات بتاع الستاتستكس دي تمام. فبس عندي بثبت حاجه صح او غلط. انما الداتا مايننج جنرال جول عايز ازود ارباح الشركه بنسبه 5%.